بداية اشترك معنا، اضغط لايك على الفيديو واعمل شير لأحبابك حتى يصلك كل جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أحبابي في دورة القيادة الفعالة. فالقيادة مهمة ولا بد أن تكون قيادة فعالة، فهناك من القيادة خاملة بعيدة عن كل البعد عن القيادة ودورها الذي يحقق الأهداف. بداية، ما هي القيادة؟ القيادة بشكل رئيسي هي التأثير لتحقيق الأهداف، فالتأثير شامل وعام على الأفراد وعلى الممتلكات وعلى الإمكانات، كله لتحقيق شيء واضح ورؤية واضحة هي الأهداف المرسومة. ما الفرق بين القيادة والسواقة؟ هناك فرق جوهري بين القيادة والسواقة. فالسواقة أي سائق السيارة يسوق السيارة خلف المقود، يجلس خلف المقود ويقود، ويسوق الغنم أي يسوقها وهو في الخلف، يسوقها إلى طريقها السليم، ويسوق الناس أي يكون في خلفهم ويوجههم نحو الطريق. لكن القائد والقيادة تكون من الأمام، يقودهم أي يكون أمامهم وهم يتبعونه، يقودهم يكون أمامهم ويعرفون من خلاله الطريق. فالقيادة في الأمام، لكي تكون إمامي فكن أمامي. الآن أريد منكم أن تغمضوا عيونكم وتتخيلوا مؤسسة أو منظمة أو دولة بدون قيادة، كيف سيكون شكلها وحالها؟ فمثلا، ماذا لو أن الدولة بدون قائد، والطائرة بدون طيار، والجامعة بدون رئيس، والمحكمة بدون قاضي، والجامعة بدون رئيس؟ ماذا سيكون الحال؟ طبعا الانتكاسة. ومن هنا يأتي الفشل في البداية من عند القائد. فلابد من وجود قيادة في هذه المؤسسات كي تقوم على حالها وصيانة أهداف. يتبادر الآن سؤال مهم لكي يعني نحقق ما أسلفنا من قبل: من هو القائد؟ ما هي صفاته؟ من الذي يجب أن يقود؟ نقول الشخص القائد هو شخص يستخدم نفوذه ليؤثر على سلوك الأفراد وتوجهاتهم حتى يحققوا الأهداف. وقالوا أن القائد هو ذلك الشخص الذي يستطيع أن يجعل الأفراد يفعلون ما يريد لأنهم يريدون ذلك، وليس بالإكراه أو بالتعذيب أو بالسلطة، فهو قائد حقيقي. لذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم على وجود القائد في حياتنا، حتى في حياتنا اليومية، فقال: إذا خرج ثلاثة نفر فليؤمروا أحدهم، حتى لو في السفر. وهذا إنما يدل على أهمية القيادة في حياتنا اليومية والفردية، فكيف بحياة المؤسسات؟ ما رأيك في القول الذي يقول: القائد يخرب ولا يعمر؟ هذا قول صحيح إن كان القائد يعتبر نفسه على الهامش ولم يكن جسرا للأفراد ليعبروا ليحققوا أهدافهم، فطبعا هو يخرب ولا يعمر. إن كان القائد لا يقف في أمام الأفراد والموظفين ويدلهم على أعمالهم وعلى الإبداع ويحفزهم، طبعا هو يخرب ولا يعمر. إن كان القائد لا يجمع ويفرق الفريق العمل ويفرق الموظفين ويبث بينهم الشقاق، طبعا يخرب ولا يعمر. إذا كان القائد لا يستطيع أن يدير الأمور ويقلب الأفكار بين موظفيه وبين العاملين معه ويعطيهم مهامهم المناسبة لهم، طبعا يخرب ولا يعمر. إن كان القائد غير مؤهل للقيادة، طبعا يخرب ولا يعمر. إذا كان القائد غير إنساني، يتعامل كآلة مع الفريق العامل معه، طبعا يخرب ولا يعمر. فالقائد عبارة عن بناء يبني الإنسان المؤهل ويؤثر فيه حتى يحقق أهدافه المنشودة. ماذا لو كان هناك قائد
لكن القائد غير فعال، والقيادة غير حكيمة، والقيادة غير مؤهلة، كيف سيكون الحال؟ طبعا سيخرب ولا يعمر، لأنه موجود في صورة ويحجز مكانا لابد أن يكون فيه غيره من القيادة الحكيمة التي تستطيع تحقيق الأهداف. لذا يقول نابليون بونابرت اللي هو القائد الشهير: جيش من الأرانب يقوده أسد أفضل من جيش من الأسود يقوده أرنب. وهذا إن دل على شيء فهو يقصد به أن القائد يستطيع أن يخرج بفريقه وبالعاملين معه من الضعف إلى القوة، يستطيع أن ينقلهم من الركود إلى النشاط والحيوية، يستطيع أن ينقلهم من اليأس إلى التفاؤل، يستطيع أن ينقلهم من الدرجات الأخيرة إلى الدرجات العليا، يستطيع أن ينقلهم من الرتب الأخيرة إلى الرتب الأولى، حتى يكونوا من السباقين على صعيد المؤسسات وصعيد الأفراد وصعيد الأفكار. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فهو جاء في زمن جاهلية، وجاء في موطن ضعف، وجاء يعمل من الصفر كما يقولون، لم يكن له نصير ولم يكن له داعم، حتى جاء وحقق أهدافه ومراده وملك الدنيا هو وأصحابه ونقلهم من الضعف. فلا بد من تربية القيادة واختيارها جيدا، بل وصناعتها. من هنا أحبابي هذا لكم، وأترك لكم أي تعليق أو مشاركة، أنتظر إن شاء الله أي مشاركة أو مداخلة من خلالكم.